هضرت معاه باش يدير لك السكانر كيما كباكي يدخل الطبيب قال لك راه كونجي تاع السكانر كي يدخل دو غارد نعيطوا لك ونجو ندوه ان شاء الله باذن الله والسكانر يندار وحنا نتكلفوا به ان شاء الله. نشكروا نشكركم اول الحمايه المدنيه واللي زارونا وشافونا في هذه الحاله وانت الهلال الاحمر ونوصلوا نداء للمسؤولين. اخوكم راه متحصل على شهاده ليسونس في اللغه الانجليزيه، نتمناو من المسؤولين يشوفوا فينا بنظره اعتبار. هذه الخرجات بغي باه نوروا هذ الناس كي راهم عايشين المرضى كما شاهدنا واحد عنده ليسونس بدون عمل ويدير دياليز، هذو رانا باه نعاودها. هذا مش شيء اشهار لينا ولا للحمايه المدنيه، هذا اشهار للمحتاجين للمحتاجين باه يبانوا عند الناس اللي عندهم باه يزيدوا يعاونوهم. رانا متجندين هنا 24 ساعه 24 ساعه خاصه في هذه الظروف الصعبه باه في الجانب المهام التضامنيه تاعنا والوقائيه التحسيسيه والتكافل بالمواطن والتقرب منه.